توقعاتك ايه ماتش النهارده؟ توقعاتي للزمالك شويه، الروح المعنويه مرتفعه شويه، لكن 1-0 وضربات جزاء ان شاء الله. 3-0 الاهلي باذن الله. الاهلي ان شاء الله، لا هو مش كتير، غالبا 2-0 بالكتير. ان شاء الله الزمالك هيكسبوا 3-0 باذن الله. ان شاء الله 2-1 للزمالك. ان شاء الله الزمالك هيكسب كالعاده يعني 2-1. والله هما الفريقين عندهم امال ممتازه، الزمالك لسه خارج من السوبر الافريقي فمنتعش، والاهلي محضر جامد للمباراه، فالتوقع صعب. هو انا اهلاوي والتمني ممكن، انما التوقع هيبقى صعب. ان شاء الله يفوز الزمالك 3-1. غالبا مصطفى محمد ان شاء الله هيبقى كهربا، لو ننزل الاهلي وباتشي او مروان محسن. بن شرقي هيجيب جون، ومصطفى محمد، اشرف بن شرقي ومصطفى محمد، فرجاني ساسي ومصطفى محمد. اظن وليد سليمان لو ربنا ييسر ولعب، وشحات مصطفى محمد واشرف بن شرقي.